لو بتقابلك مشكلة في انك انت تدفع فلوس امتحان للمارسياس او اي امتحان اجنبي في الوقت دوت في مصر، كان في مشكلة ان التعاملات الدولارية بالدبت والكريدت كارد الاتنين على مستوى بنوك مصر، حتى البنوك الاجنبية طالما حسابك مصري انك انت تدفع، والحد الدولاري اللي دفع تقريبا لا يتعدى ال $200 ومن وقت للتاني بيقف. قامت الدولة المصرية عملت حاجة جميلة جدا، ان البنك المركزي اتاح وجود حاجة زي الفيزا الدولارية. الفيزا الدولارية هتبعد عننا كلنا شبهات السوق السوداوي اللي حد حاول يلجأ ليها، الى جانب انك انت طالما معاك دولار عرفت تتحصل عليه هتدفع بنفسك، مش هتحتاج تدفع فيز فوق الفيز. لان اكتشفت ان الفترة الاخيرة الناس اللي كانت بتحاول تدفع لاي امتحانات كانت حتى لو جاب دولار هو مش عارف يدفع بيه، فبيبدأ ان هو يجيب نسبة هيدفعها للناس اللي هتدفع له الامتحان. فدلوقتي بالفيزا الدولارية ان شاء الله تقدر تفتحها، التكلفة تقريبا تتفاوت من بنك للتاني من $20 ل$30 رسوم الفتح، وبتتجدد في السنة لو انت حبيت ب$10، وتقدر تدفع بيها دايركت من الدولار اللي انت عرفت تحصل عليه مباشرة من الكارت بتاعك. الحل ده ابعتوا للناس اللي بتواجه مشكلة، وبالفعل موجودة في بنك مصر، البنك الافريقي، في بنوك كتير قدمتها، حتى البنك الاهلي تقريبا مع تفاوت بسيط في الرسوم بتاعة فتح الحساب. ولكن الميزة كمان انت مش هتدفع اي نسبة تاني، لان انت دافع بالدولار بالفعل، مش هتدفع اي نسبة زي ما كنت بتدفع بالمصري فكان يخصم لك حوالي من 10 إلى 14%، لا انت هتدفع بالدولار بتاعك. وده حل جميل جدا، وربنا يكتب السلام للعالم ويرفع عننا وبلدنا تكون احسن واحسن ان شاء الله.